منعت سلطات الاحتلال أمهات مرضى قطاع غزة من مرافقة أطفالهن في رحلة العلاج بمشافي مدينة القدس المحتلة. الطفل عبود يمضي هذا العيد وحيدا بعيدا عن حضن والدته جراء قيود الاحتلال، وحاله كحال الكثير من أطفال غزة في المستشفيات. رحلة المعاناة بدأت قبل عام حين أصيب عبود ابن الخمس سنوات بمرض أفقده القدرة على الحركة والكلام. لم يتوفر العلاج اللازم لهذا الطفل في مشافي قطاع غزة في ظل الحصار وانعدام الإمكانيات. ضرورة العلاج السريع لم يسعف العائلة من حقد الاحتلال التي أمضت عاماً كاملاً في انتظار الحصول على تصريح السفر لمدينة القدس لعلاج ابنها في مستشفى المقاصد. اكتشفنا في الولد أنه في هذا مشيته غير شكل، يعني ومش زي الأطفال وبطل يقدر يقوم، فرحنا للأطباء فشخصوا لنا المرض هذا، فقالوا يعني انه هذا ما له علاج في غزه. التحويله بتخلص، التسريح بيجي، التسريح بخلص، التحويله بتكون مخلصه، وكل تحويله بدها 3-4 شهور لما تطلع. غزه ما فيها مصانع ادويه ولا فيها معدات ولا حاجه، الا اذا يعني جاهم من برا دعم وحاجات زي هيك. بالنسبة للمعابر مسكرة، تقريبا سجن صغير يعني غزة للكل. ولتزداد معاناة العائلة، منع الاحتلال والدي الطفل من مرافقته في رحلة علاجه لصغر سنهما، ولم يسمح سوى للجدة المريضة بمرافقته، ما يؤثر سلبا على نفسية الطفل الذي يمضي العيد بعيدا عن حضن والدته. والله يعني بنحاول يعني نفرح قد ما نقدر، يعني هذا عيد كل واحد في جهة، والله إنه صعب. الله يا ربي يفرج كربنا، وإن شاء الله يا ربي بنروح سالمين غانمين يا رب. برضاش يكلمهم على التلفون، بقى زي الحردان هيك، وبرضاش يحكي، بنقول له بابا بابا ماما هيك، بزق التلفون وزي الحردان هيك برضاش. بقول يعني إيش وين إحنا، و يعني كيف أنا هنا ولسه أهلي بكلموني في التلفون وأنا. أن تكون مغتربا في وطنك وأنت فيه هو حال عبود وحال عائلات كثيرة من قطاع غزة المحاصرة، يحرمون فرحة العيد، كيف لا والعيد بلمة العائلة. من مدينة القدس المحتلة، آية الخطيب، رؤيا.